اليوم عم نعمل الرز تبع الرز على دجاج برا دجاج. بدنا مي، رز، زيت زيتون، ملح، قرفة، أول سبايس، لوبيد، لحمة مفرومة، سمنة بلدية، بصل. بسيطة ونكهتها مميزة، خاصة انه استعملنا زيت الزيتون والسمنة البلدية. بلا نار عم بيستوي لانه الزيت حمي مزبوط، واذا تركناهم على النار رح بلشوا يحترقوا، فهون بحمامة الزيت عم بيشعروا لحالهم.